من اي جهه جيتيه، لا الصحافه لا هضره لا تباتة لا كل شيء، متدين محافظ مثقف، كاع الصفات ديال الناس المزيانين في ياسين، كاع الصفات فيه. كان مرشح وكان خدم البلاد ونجح في الجهويه، نجح في هذه، وكان فرحان فرحاني اللي حنا، ولكن ما كملش الله. كانت ولاد سي بن داود اعز حاجه لي مأست الراس ديالو، عنده جوج وليدات باقين صغار ومرتو باقا صغيره، وترزينا فيها ولدي، ترزينا فيه، الله يرحمه ويوسع عليه. وضاع لولاد سي بن داود كلهم، ضاع الحق وضاع لينا كنا، مسخن كتاف حبابه وهز بقيمتهم وعبر عليهم وهز شانهم في ولاد سي بن داود، هز شانهم. الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه ويوسع عليه. والسيد رضعنا فيه اخي العزيز، شنو نقول لك؟ راه واحد المستوى الدراسي عند هذا السيد راه ما شاء الله، راه الناس هنايا كيهبلوا عليه، راه شنو نقول لك؟ راه مده 10 سنوات داز في الجامعه ديال قيسر، راه ما شاء الله، راه قيسر راه رده جنه، ماشي راه قيسر كي كانت في الاول ولا راه كانت لا شيء، كانت مخربه، فهمت؟ تخيل عندما دخل الى الجامعه رأت جامعه من ماشي بقات جامعه قروية، ولات جامعه حضاريه. رد يعني جامعة قيسر حضارية، ما بقاش جامعة قروية، ورضعنا فيه بزاف، راه مدة 20 عام وأنا خدام مع السيد، الله يعمر هذا. الصراحة راه الناس كتهبل عليه هذا أخي العزيز، أنا راه مرتب مينستر ماشي حاطو وزير هنايا، راه الحزب الذي ينتمي له راه بحال الحزب اللي كينتمي ليه هو، راه ما شاء الله راه خاص يتهلاو فيه أصاحبي، راه شنو هذا السيد هذا؟ راه ياسين راه عنده واحد العقلية ما شاء الله، راه الناس هنايا راه أش غنقول لك، راه غاروا منه. واش موس واش كسيدة لاكسيدونتي أو مو مدبرين ليه ولا شي حاجه ما فهمناش حتى الان، وذاك السيد راه ضروري ان شاء الله يبان العيد ديالو، واش مدبرين ليه ولا كسيده عاديه ولا هادشي اللي بغيت نقول ليه. وانا دابا اش غنقول لك، كنطلب من المينيستر دو لانتيريور وزاره الداخليه، انا كنقول لك المينيستر دو لانتيريور تحقق لنا في هذا الموت ديال ياسين، انا كنقولها لكم لا دوزيام فوا، كنقول لك المينيستر دو لانتيريور دو ماروك، المينيستر دو لانتيريور دو ماروك تحقق لي، لو مينيستر ديال لانتيريور دو ماروك تحقق ليا في الموت ديال ياسين، خاصني نعرف باش مات ياسين، واش مات بالكسيده ولا مات مقتول، انا كنقولها لكم. لو مينيستر ديال لانتيريور وزاره الداخليه كنحذرك بان الموت ديال ياسين ما ماتش عادي، راه كنقولها لكم. ياسين كان مزيان معانا، صوبنا قيسر، دارنا الكيران، كل شيء الله يجازيه بخير، كل شيء الله يرحمه ويوسع عليه. جاتكم الموت عادي؟ واجاتنا على غير راد، واش موت عاديه؟ والله العالم. غير ضيعونا فيه، ضعنا فيه بزاف، كانت قبيلات الحاج واحد الميزان اللي ما عمرها شافته، واللي ضعنا فيه رجل قطب وجامعة صوبوت وجرادي صوبوت نقى قيسر، وعاد عندنا ندوزو الارض نقيه، كنا ندوزو وسط التراب والغيس، دركا عاد تنقى لينا قيسر والصوب وتنقات المدينه والواجهه والصوب من ذاك الشهر الرفيع وضيعونا فيه. رئيسنا كان صالح، عينو على الدرويش، معقول، كيقول حاجة ديال المعقول، كاينة ما كايناش، صلح البلاد، صلح كل شيء، واقف مع الشباب، دار لهم متنبي، دار لهم ملعب تاع الكرة، ما خلى ما دار الشباب في قيسر، واليوم هاد الموتة عدو جات مفاجأة، كان تحت الله 100,000 مرحبا بيا، كان تحت العبد الله ما سامحنش ليه، وجنظم هالبلاد، حيد الطوارت وعزبل، حيد خلاها الخشوش، كنتي إلا مشيتي لرحبة الخضرة كتلحقي ليها كل حاجه كتصيبي البو اللي دخلت مع الخضره، واليوم دصت كل سيوصه وكل شيء، وتبعوه الحساد حيدوه.